برنامج الساعة 5 جويليه ترمي نوفمبر راح نكون برد ان شاء الله في 130 وحده سكنيه 5 جويليه شحال وزعنا 150 الله يبارك ما شاء الله في وكاله عدل فقط راح نكون تقريبا في 55,000 وحده سكنيه ستوزع. انطلقنا في رقمنه العقود باش المكتتب اللي حاب ياخذ العقد تاعو يتزوج الى المنصه. يا ريت يعني مداو بهم بعد واحد بعد اثنين متحصلين على السكنات باش تحصلوا على العقود تاعهم. ومن بعد نمضي في عاديه ثلاثه ان شاء الله وهكذا نصفيوا الحاله من 2024 ان شاء الله.